السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار النمسا الأسبوعية في دقائق من كل معي مراسل. أبدأ معكم بالعناوين. الحكومة القادمة في 20 من هذا الشهر والنمساويين يطالبون بالكثير منها. القراءة والكتابة والحساب من أهم ما يحتاجه الطلاب وتحذير للآباء المهملون. توضيح دقيق من الراوي حول موضوعي المساعدات الاجتماعية والجنسية النمساوية. زيادات في الرواتب للعمال والمتقاعدين والسياسيين يتقاضون سنويا ما مجموعة 38 مليون يورو. مع استمرار الهجرة سيصل عدد المسلمين إلى أكثر من 2 مليون حتى عام 2050 حسب دراسة أمريكية. وقبل البدء بالتفاصيل أحب أن أشكر متابعينا والذين تجاوزوا 20,000 على ثقتهم بنا ونقدم لهم هدية خاصة داخل هذا الإعلان. مع استمرار محادثات الائتلاف ما زالت النمسا ترغب بمعرفة ما هو المهم بالنسبة للشعب وما هو المطلوب من كل من كورس وشراخه. ففي استطلاع أجراه معهد النمسا للأبحاث من 600 شخص جاءت النتائج على الشكل التالي: 93% يطالبون بوظائف أكثر، 92% يريدون معاشات تقاعدية على الأقل 1200 يورو، و 87% يطالبون بخفض الضرائب، كما طالب النمساويون بفرض عقوبات أشد على المغتصبين. هذا وسيعلن الرئيس النمساوي فاندر بيلن عن الحكومة الجديدة في 20 من هذا الشهر. ومع أن الرغبة هي الخروج بالحكومة الجديدة قبل عيد الميلاد، إلا أنه في حال لم يتم عقد ذلك حسب الموعد فسيتم استبداله بالثامن من شهر كانون الثاني عام 2018، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة دي بريسه. هذا ومع استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة والتي تركز بشكل كبير على الصحة والتعليم والطاقة والمناخ وأتمتة الدولة ومواضيع أخرى كثيرة. يعتبر قطاع التعليم جزءا مهما في محادثات حكومة الائتلاف الجديدة، فبعد 4 ساعات من النقاش بين كورس شراخي تم الانتهاء من الفصل المتعلق بقطاع التعليم، حيث يتضمن البرنامج عدة نقاط منها التركيز على القراءة والكتابة والحساب لا سيما في المدارس الابتدائية، وإعادة مراجعة وتوضيح لنظام تصنيف الدرجات لكل المدارس، وذلك بالاستناد إلى مقياس تصنيف واضح مكون من 5 أجزاء، أي من جيد جدا إلى غير كاف، حيث يتم وضع تعريف دقيق للصف الذي يمكن منحه أو يتعين منحه للطالب. كما تضمن البرنامج عقوبات صارمة على الآباء المهملين، حيث يهدد كل من الحزبين بعقوبات يفقد الآباء فيها الفوائد الاجتماعية والتحويلية في حال عدم الالتزام أطفالهم بالمدرسة. فالإعانة الأسرية مرتبطة بمدى مشاركة الآباء لأطفالهم في تطويرهم الدراسي. وبما أن مطلب كل من حزب الشعب وحزب الحرية بأن تصبح الألمانية معيارا للاستعداد للمدرسة، فإن أي شخص لا يتكلم الألمانية جيدا فيما فيه الكفاية سوف يذهب إلى مرحلة ما قبل المدرسة وليس إلى الصف الأول. وإذا كان الأطفال جيدون بما فيه الكفاية في الألمانية ينبغي السماح لهم بالتغيير حتى خلال السنة الدراسية. كما تحدث شراخي عن التزام محتمل بحضور دورات تدريبية لغوية خلال العطلة الصيفية. كما تضمن البرنامج نقاط أخرى مثل نظام رواتب جديد لجميع المعلمين وقواعد واضحة للإنهاء من العمل أي الاستقالة. على هامش المؤتمر التاسع لغرفة التجارة العربية النمساوية التقينا المهندس عمر الراوي عضو برلمان مدينة فيينا، وعند سؤالنا إليه عن موضوع المساعدات الاجتماعية وموضوع تمديد فترة الحصول على الجنسية النمساوية أجاب: طبعا
هم يقولون في مفاوضاتهم الائتلافية أنهم يريدون إجبار أو عمل نظام يشمل الولايات جميعا يجبرهم على توحيد نظام المساعدات. حاليا نظام المساعدات هي من صلاحيات الولاية. كان هناك اتفاقية تسمى اتفاقية الفقرة 15 ألف التي لمدة سنتين وحدت المساعدات. بعد انتهاء هذه الاتفاقية ولاية أوبر أسترايخ ونيدر أسترايخ انشقت عن هذا الصف وسقفت المساعدات خصوصا بالنسبة للاجئين. فيينا في الولاية الوحيدة التي رفعت شعار نحن لا نحارب الفقراء وإنما نحارب الفقر، لذلك أصدرنا تعديلات جديدة. هذه التعديلات همها وتركيزها أن يكون نهاية المساعدات هو إدماج الحاصلين على هذه المساعدات في سوق العمل، لذلك سيكون هناك تأهيل كثير محاول إدماجهم. وموضوع المساعدات هي يا جماعة لا تقتصر على اللاجئين فقط، موضوع المساعدات السوسيال أو الاجتماعية هي تشمل كل من يسكن في فيينا. هناك من وعلى فكرة 90% من الذين يحصلون على المساعدات لا يحصلون على المساعدات كاملة، فهي تكميلية. يعني لما نقول مثلا أنه 822 يورو هو الحد الأدنى ويكون شخص مثلا راتبه 650، فالبلدية يعني ترفع الفرق إلى 822. ف90% من يستلم المساعدات هم الذين يستلمون مساعدات تكميلية، وتقريبا 10% اللي يستلمون المساعدات الكاملة. ولكن كما تابعنا فترة الانتخابات التي كان محورها الأساسي الذي قام عليه السيد كورس والسيد شراخة هو تخفيض المساعدات وهذا الموضوع، فهل تتوقع لهم جولات إضافية في البرلمان القادم بعد تشكيل الحكومة، خاصة إن تمكنا من الائتلاف مع حزب النيوز وأن يكونوا الأغلبية في البرلمان، فهل تتوقع أن يكون لهم يد أعلى من سلطة بلدية فيينا أو حكومة فيينا في هذا الموضوع؟ أخي المسألة هي مسألة تغيير القانون، وبعدين الأغلبية لا يحتاجون إلى نيوس، عندهم الأغلبية المطلقة مع حزب الأحرار. إذا غيروا هذا القانون أنه يرفعون صلاحيات أو يجبرون فيينا على الامتثال إلى قانون ثابت، أعلنت ولاية فيينا أنها ستحاول الطعن في مثل هذه القرارات وربما الالتجاء إلى المحكمة الدستورية للنظر هل من صلاحية الحكومة الفيدرالية التدخل في القوانين المحلية في موضوع المساعدة. هذه أمور لا نعلمها لأن لا ندري ما هي الاتفاقية في الائتلاف، ثم الاتفاقية في الائتلاف يعني في النهاية أيضا تصدير القرار في البرلمان، هل سيحصل على الأغلبية، ما هو الطريقة. طبعا حتى الحكومة الفيدرالية عندما تريد إصدار قانون يجب أن تبحث صلاحياته الدستورية هل يمكن أو لا. فالآن الوقت مبكر أن نقول أنه هل سيحصل هذا أم لا، أم إن كان بيدهم فسيفعلون ذلك. نعم، عمل موضوع أن أيضا السيد شراخي وكورس من ضمن المفاوضات التي نادوا بها ليس الأسبوع الماضي الأسبوع قبل الماضي أنهم يريد رفع أو بالأحرى زيادة فترة انتظار للحصول على الجنسية من 6 سنوات إلى 10 سنوات. إلى أي حد ترى أن هذا الموضوع قابل للتطبيق هنا في النمسا؟ هذا تطبيقه سهل جدا، مجرد أغلبية بسيطة في البرلمان تغير قانون التجنس، وأنا أعتقد أنه هذا سيأتي لا محالة. السنين الفاتت عندما حكم اليمين مع المحافظين أيضا صعبوا قانون التجنس، بحيث أصبح هذا التصعيب نتيجة أنه كنا في السابق نجنس ما يقارب 40 ألف شخص في السنة في فيينا، أصبح الآن التجنيس 3000 إلى 4000، يعني تقريبا العشر مما كان. فأنا أظن أنه هذا أكيد آتي لا محالة. اعتبارا من العام القادم سيحظى السياسيون ارتفاع بنسبة المعاشات بنسبة 1%، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 3% لعمال المعادن و 2.2% لأصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة. كما احتسبت إحصاءات النمسا معدل التضخم بنسبة 1.02% للفترة بين 2016 و2017. ووفقا للحسابات النمساوية فإن معاشات السياسيين الاتحاديين الرئيس والحكومة والبرلمان وما إلى ذلك يصلون إلى 38 مليون يورو سنويا. اعتبارا من الأول من كانون الثاني لعام 2018 ستكون المعاشات على الشكل التالي: سيحصل الرئيس النمساوي ألكسندر فاندر بيلين على 24,766 يورو شهريا، والمستشار على 22,112 يورو، نائب المستشار 19,459 يورو،
رئيس المجلس الوطني 18000 يورو و574، والمحافظ قرابة 17000، والوزير أيضا قرابة 17000، أما سكرتير الدولة فسيحصل على قرابة 16000، وأعضاء المجلس الوطني قرابة 8800 يورو، والمجلس الاتحادي قرابة 4422 يورو. استنتجت دراسة أمريكية أن نسبة السكان المسلمين في أوروبا ستزداد بنسبة حادة في السنوات المقبلة، حيث وضعت الدراسة ثلاث سيناريوهات افتراضية للتنمية السكانية في أوروبا بحلول عام 2050. السيناريو الأول هو الهجرة المرتفعة، والذي يفترض أن العديد من اللاجئين سيواصلون القدوم إلى أوروبا في الوقت الذي يعيش فيه حوالي 600 ألف مسلم في النمسا. وتقول أسوأ السيناريوهات أن هذا الرقم سيصل إلى 2.1 مليون بحلول عام 2050. السيناريو الافتراضي الثاني وهو الهجرة المتوسطة، أنه لا يوجد أي طالبي لجوء على الإطلاق، وإنما هجرة عادية من قبل الطلاب والأجانب أو العمال المهارة في أوروبا. في هذه الحالة فإن حصة المسلمين ستكون حوالي 11% في أوروبا، وفي النمسا 9.6%. وأخيرا حتى في سيناريو الهجرة الصفرية فإن نسبة السكان المسلمين سوف تزيد، لأن المسلمين الذين يأتون إلى أوروبا في المتوسط لديهم معدل ولادة أعلى، مما يعني ذلك زيادة من 4.9 إلى 7.4% في أوروبا، ومن 6.9% إلى 9.3% في النمسا. وتعتبر هذه السيناريوهات الثلاثة مجرد حسابات نموذجية خيالية لا أكثر. مشاهدينا متابعينا، هذا كل ما لدينا من أخبار لهذا الأسبوع. نشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.